هذا وأكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن ذكرى اليوبيل الفضي تجسد 25 عاما من الوئام والتقدم الملموس بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مضيفا أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة نحو الإصلاح والتحديث والتطوير وفق رؤى عصرية استطاعت من خلالها البلاد استكمال أطر بنائها سياسيا واقتصاديا واجتماعية. يشرفني بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاما لتولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم أن أرفع أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات إلى مقام جلالته الكريم أيده الله. إنها لحظة فارقة ويوم أغر في تاريخنا الحديث والمعاصر بأن نحتفي بهذه الذكرى الطيبة، ذكرى اليوبيل الفضي التي تجسد 25 من الأعوام والوئام في عز وارف وتقدم ملموس خلف راية قائد مسيرتنا التنموية الشاملة ونهضتنا الحضارية المباركة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مستذكرين فيها بكل إجلال وإكبار واعتزاز حينما تنادت البحرين من أقصاها إلى أقصاها ونادى شعبها بجلالته وريثا شرعيا للحكم ووليا للأمر خلفا لوالد الجميع المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وعلى مدى 25 عاما من الحكم الرشيد خطت مملكة البحرين بفضل قيادة جلالته الحكيمة خطوات واسعة ومتقدمة نحو الإصلاح والتحديث والتطوير وفق رؤى عصرية سديدة وبصيرة حاذقة مستنيرة، استطاعت من خلالها البلاد استكمال أطر بنائها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتشريعيا على أسس راسخة ومتينة كدولة ديمقراطية مدنية متحضرة ومحافظة في الوقت نفسه على إرثها العربي التليد وأصالت قيمها النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف. وإني لأجدها مناسبة وطنية وتاريخية غالية وعزيزة لأغتنم فيها الفرصة لتجديد العهد والولاء لجلالته أيده الله. ختاما، لقد أثبتت الأيام في شدتها ورخائها أن جلالته أيده الله هو الحامي الأمين للدين والوطن.